عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده بإذن الله هنستعرض على حضراتكم تطبيق من أهم التطبيقات اللي لازم تكون موجودة على جهاز التليفون بتاعك، وهو كيو بايلوت. طبعا تطبيق كيو بايلوت ده تطبيق بيعمل بالذكاء الاصطناعي، وشركة مايكروسوفت كانت مطوراه وأضافته لويندوز 11. أصبح الآن متاح للهواتف المحمولة. كل اللي أنت هتعمله هتفتح الهاتف المحمول بتاعك وتضغط على كيو بايلوت، تمام؟ هيبدأ يفتح معاك. طبعا التطبيق بيعمل بالذكاء الاصطناعي وبيستخدم تقنية GPT-4، أحدث تقنية في الذكاء الاصطناعي. كل اللي انت هتعمله هتفعله، وبعد كده في طريقتين للاستخدام، إما ان انت عن طريق الكتابة، تمام، أو عن طريق ان انت تدي الأوامر عن طريق الصوت. كل اللي حضرتك هتعمله ان انت تضغط على اللي هو شكل الميكروفون وتطلب منه اي شيء انت عايزه، هو ينفذه لك مباشرة. هضغط على اللي هو شكل المايك، ارجو منك كتابة موضوع تعبير عن نهر النيل في حدود 200 كلمة. طبعا هننتظر لحين كتابة الموضوع. مرحبا، هذا بينج، يسعدني مساعدتك. إليك موضوع تعبير عن نهر النيل في حدود 200 كلمة باللغة العربية. نهر النيل هو أطول نهر في العالم، وهو هبة الله لمصر والدول التي يمر بها، فهو يروي الأرض ويزرع الخير وينشر الحياة. وقد شهد نهر النيل تاريخا عريقا وحضارات عظيمة، وكان مصدر إلهام للشعراء والكتاب والفنانين. ولكن نهر النيل يواجه اليوم تحديات كبيرة، منها التلوث والاستنزاف والنزاعات. لذلك يجب علينا أن نحمي هذا النهر العزيز، ونحافظ على نقاء مائه وخصوبة ضفافه، ونتعاون مع الدول الشقيقة للحفاظ على حقوقنا فيه. فنهر النيل ليس مجرد نهر، بل هو رمز للوحدة والتضامن والسلام بين الشعوب. أتمنى أن ينال موضوعي إعجابك. إذا كنت تريد مساعدتي في شيء آخر، فلا تتردد في سؤالي. زي ما حضرتك شايف كده تم كتابة الموضوع، ولو أنت حابب أن أنت تاخده نسخ هتضغط على نسخ، يبقى أنت عملت له نسخ وتعمل له إرسال أو كتابة في أي مكان أنت حابب. طيب هنجرب نطلب منه طلب تاني باستخدام اللغة الإنجليزية. أرجو منك كتابة موضوع تعبير عن نهر النيل باللغة الإنجليزية في حدود 200 كلمة. زي حضرتك ما شايف كده هيتم تنفيذ الموضوع. يمكنني مساعدتك في كتابة موضوع تعبير عن نهر النيل باللغة الإنجليزية. إليك مثال على موضوع تعبير عن نهر النيل باللغة الإنجليزية في حدود 200 كلمة. The Nile River is the longest river in the world, and it is from Cairo to Egypt and the countries that it passes through. It irrigates the land, plants the cod, and spreads life. The Nile River witnessed a glorious history and great civilizations, and was a source of inspiration for poets, writers, and artists. But the Nile River faces two remaining challenges, such as pollution, depletion, and conflicts. Therefore, we must protect this precious river, and preserve its water purity and bank fertility, and cooperate with the brotherly countries to maintain our rights in it. The Nile River is not just a river, but a symbol of unity, solidarity, and peace among the peoples. I hope you like my example. If you need my help with something else, please feel free to ask me. زي ما حضرتك شايف كده التطبيق تطبيق خرافة وتحفة، زي ما يكون شباك لبيك، اللي انت بتطلبه بينفذه لك. في ممكن عن طريق الكتابة ان انت تكتب هنا اللي انت عايزه لو حابب. طبعا انا بفضل الكتابة بالصوت. طبعا لو رحنا على جهاز الكمبيوتر بتاعنا هنلاقي ان نفس التطبيق شركة مايكروسوفت موفراه، بس موفراه لويندوز 11. زي ما حضرتك شايف كده هفتحه، هتلاقي نفس التطبيق اللي احنا وفرناه على الموبايل موجود على ويندوز 11.
طبعا لما يبقى موجود على جهاز التليفون بتاعك ده بيوفر لك وقت ومجهود كبير. طبعا بإذن الله هترك ليك الرابط بتاع تحميل التطبيق على الهاتف بتاعك في صندوق وصف الفيديو. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تبخلش علينا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.